كرسي متحرك مع ضرر بالنخاع الشوكي وشلل بالأطراف السفلى. هذا ما جنته شابة آلاء من العمليات الإرهابية، وهي واحدة من بين آلاف المصابين من أصحاب الهمم الذين يراجعون مركز تأهيل المعاقين في الموصل. إصابة حرب من 2007 سبب لي يعني ضرر بالنخاع الشوكي وشلل بالأطراف السفلى. هو أنا طالب من الحكومة يعني توفر لنا الأجهزة والخدمات يعني نحن نحتاجها كمصابين، ونحن صعب المحافظة يعني أكثرنا مصابين يعني نطالب منهم يعني يوفرون الأشياء اللي نحتاجها. أكثر من 25,000 شخص من أصحاب الهمم مسجلين رسميا في نينوى، منهم من خسر يده أو ساقه، وغيرهم أصابه الشلل في أجزاء من جسده. وأغلب الحالات كانت من حصاد 3 سنوات عاشتها نينوى منذ احتلالها وحتى عمليات تحريرها. 26,000 معوق، بالإضافة إلى المراجعين العاديين نحن نستقبل كاستشارية. هؤلاء الأعداد يجب توفير مستلزمات طبية ومعينات طبية لهم. للأسف هاي الفترة بسبب تأخر الموازنة وكذا هناك نقص عندنا صار في المعينات. ويحتاج أصحاب الهمم العلاج الطبيعي بصورة مستمرة، بالإضافة إلى أجهزة التحفيز وغيرها مع صناعة الأطراف وصيانتها، لكن المركز يعاني من قدم هذه الأجهزة بالإضافة إلى عطل بعض منها وخروجها عن الخدمة. والله الأجهزة الموجودة عندنا زينة، بس أكو أجهزة عندنا عاطلة، والعطل اللي بيها شيء بسيط، فقط كيبل، وهذا كيبل ما متوفر. أكثر المرات يجون يصير أكو خاصة أيام العطل المدارس وهذا يصير ازدحام عندنا مرضى، فينتظرون برا لأن الأجهزة فقط جهازين يشتغلون والباقي كلها كيبلات عاطلة. وغياب الدعم لهذه الفئة يثقل على كاهلهم في توفير احتياجاتهم الخاصة، هذا وتغص الموصل بالنصيب الأكبر منهم نظرا لما شهدته من أحداث. لم تكن قصة آلاء هي القصة الوحيدة في هذه المدينة، فقد خلفت الحرب لعنة ستبقى تلاحق أصحابها مدى الحياة. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.